مواد أيمن في الكتابة. وأخيرا وصلوا إلى الكنز الذي كان في غرفة المعيشة مع والدتهم، وهو صندوق صغير مغلف على شكل هدية. تحمسوا لمعرفة ما بداخله فقاموا بفتحه في ترقب وشغف، فوجدوا به 3 تذاكر خاصة بمتحف الديناصورة. قفز الأولاد من شدة الفرح وعانقوا والدتهم، فضحكت وقالت: سنذهب غدا إلى المتحف ولا تنسوا أسئلتكم واستفساراتكم التي كتبتموها في الورقة. وبالوقت هنقول المعاني والمفردات. أولا المفرد والجمع: أسرة جمعها أسر، أخ إخوة، مهتم مهتمين، لعبة لعب، الكنزي الكنوزي، مكان أماكن، نوع أنواع، قرن قرون، غرفة غرف، متحف متاحف، النهر الأنهار، خريطة خرائط، محطة محطات. ثانيا الكلمة ومضادها: صغيرة كبيرة. رجعنا لكم بعد الفاصل ومعانا الفقره بتاعتنا الثالثه. معانا النهارده مشكله هي استغاثت بيا طبعا، وانا عايزه اقدمها لكم. بس قبل اي حاجه انا عايزه اقول لكم انا مش بنحيز لاي طرف، واي حد يا جماعه عايز يساعد او يعني طبعا ليه حق برضو ان هو يتاكد من الموضوع، الرقم هيكون عندكم وكل حاجه. اتفضلي معانا طبعا مدام هبه محمد، اتفضلي بقى احكي للناس حكايتك، عشان عايزين نديكوا حاجتين، عايزين نديكوا نصيحه وعايزين منكم طلب. اتفضلي مدام هبه. اولا انا من محافظه بني سويف، انا متجوزه من 12 سنه. طبعا ربنا ما اكرمنيش بالذريه، انا يعني جريت كتير وتعبت كتير وموظفه. طبعا انا وزوجي يعني برضو يعني حياتنا ومعيشتنا على قدنا. فبص حلمت زي اي ست نفسها تخلف، فكنت عايزه ربنا يديني، يعني هعمل ايه؟ طيب رحت عملت قرض اول حاجه على المرتب، وعملت العمليه وفشلت، اعيد وازيد وتفشل. بصي طبعا انا ما حلتيش حاجه ومعيش حاجه، بس غصب عني قرض في قرض في قرض، واعمل عمليه ومفيش نصيب. يمكن غلطت ان انا عملت قروض عشان اعمل عمليه، بس ده غصب عني، ده حل يعني، ده حاجة انت بتعيشي يعني، انت بتتمنيها ان انت تكوني ام. فطبعا بعد ما عملت كل ده وربنا برضو ما قربش، لقيت نفسي غرقت في ان انا يبقى عليا قصاص كتير وانا مش قادرة اسدها، مش عارفة اسدها ازاي. لجأت لحد من الناس يعني قريبة ليا كده، فراح عرض عليا قال لي: طب انت عليكي قصاص؟ انا قلت له: عليا قصاص مبلغ كبير وانا مش عارفه اعمل ايه، ومش عايزه حد يجي يخبط على بيتي، ومش عايزه مثلا انا كست موظفه مش عايزه حد مثلا يهني، مش عايزه ابقى قليله قصاد صحابي. غلط. رحت قال لي: خلاص انا هجيب لك اجهزه، شات اجهزه بيعيهم وسدي الاقساط اللي عليكي. الموضوع ده كتر بقى، بقيت اجيب اجهزه عشان اسد اقساط، مره اجيب اجهزه وابيعها واروح اكشف، مره جريت كتير يعني. انا لفيت الدنيا، المنصوره، الدهقليه، الصعيد، القاهره، لفيت. وربنا برضو ما اردش يعني، زي ما يكون ربنا بيقول لي: انت بتعندي وبتغرقي نفسك ومفيش. لا اعتراض على قضاء الله طبعا. يمكن انا حاسه ان ربنا بيعاقبني، بس انا دلوقتي مش عارفه اعمل ايه، مش عارفه اتصرف. لقيت نفسي مطالب مني اقساط شهريه كتيره جدا، كتيره خالص. طبعا انا مش عايزه اقول لك، انا اللي اذاني ناس، واحده قريبه ليا، واحده صاحبتي جامد يعني، كل نفس كنت بتنفسه عارفاه، عارفه خطواتي، عارفه اقساطي، عارفه ديوني، عارفه كل حاجه انا بعملها. كانت واحده من الناس دي، صاحبتي دي كانت عاطياني اقساط، وكنت بدفع لها شهريا اقساط 4000 جنيه شهريا، يمكن ماشيه معاها دي لسنه بدفع لها.
اجيب واخلص، تخلص لي اقول لها طب هاتي لي تاني مثلا حاجات وكده، وتجيب لي الحاجه وابيعها واروح اكشف بيها. وهي كانت عارفه كده وعارفه ان انا باخد منها الحاجه وابيعها واروح مثلا اكشف بيها ولا اعمل بيها. جت من جمعه يوم 5/2 اللي احنا فيه ده، يوم واحد في الشهر، قالت لي يا هبه انا هساعدك في حاجه حلوه. قلت لها، قالت لي انا هجيب لك طلبات كتيره تاخديها تبيعيها وتسالف مثلا تاخدي فلوس مبلغ كبير تسدي الناس اللي عليكي كلها. رحت قلت لها تمام، يعني برضو يعني انا الفكره مش انا يعني، هي اللي عرضتها لي وهي كصاحبتي صدقتها. راحت قالت لي يا هجيب لك طلبات كتيره تبيعيها وتاخدي الفلوس دي تسدي الناس اللي عليكي كلها، بدل ما تسدي هنا وهنا وهنا وهنا، سدي في مكان واحد بس اللي هو انا، وانا استحملك عن الغريب ومش عارفه صاحبتي بقى. المهم رحت انا قلت لها طب خلاص ماشي. قالت لي طب جهزي لي مقدم، عشان ده مش انا اللي هجي، ده انا في واحد تبعي هو اللي هيجي. عايزه مقدم كام؟ قالت لي عايزه 50,000 جنيه عشان اجيب لك الطلبات اللي انت عايزاها، وهو النهارده تاني يوم هجيب لك الحاجه. انت هتجيبي لي بقى بيعه ب 200,000 ولا حاجه؟ طب انا ما حلتش، انت ما انت عارفه انا ما حلتش الفلوس دي. راحت قالت لي اتصرفي اتصرفي. المهم اتصرفت لها ورحت جبت فعلا مصيبه تاني، ورحت اديتها ال50، وال50 خسرت طلب، يعني خسرت فيها 20، يعني 70، يعني المفروض ان انا ال50 دي هدفعها 70، اديت لها ال50 حضرتك. مفيش يوم واثنين وثلاثه بتصل عليها بقول لها يعني ما جبتيش الحاجه. راحت قالت لي انا نزلتها من حسابك ومعاكي يومين وتجيبي لي بقيه حسابك. لطمت وفضلت اصوت وعيط، طب اجيب منين والناس اللي انا جايباها منها؟ اتراكمت عليكي طبعا الشيكات اكتر، اتراكمت عليا صح، بقت مصيبه اكبر من المصايب اللي انا فيها. راحت قالت لي يومين، طبعا اختي ضمناني وامي ضمناني، ما بقتش عارفه اعملها. يعني المشكله مش في خراب بيتي انا لوحدي، ده انا كده هخرب بيوت تاني معايا. طيب رحت لها وتوصلت ليها. خلاص يا استاذه هبه، مدام هبه، بصوا يا جماعه هو ده ملخص الموضوع. مفيش. طبعا زي ما انتم شايفين، طبعا اللي عايز يساعد طبعا هو رقم المدام هبه عندكم، تقدروا تتاكدوا من كل حاجه، تقدروا توصلوا لها، تقدروا تشوفوا طبعا الدلائل وكل حاجه قدامكم. ويا جماعه من خلال البرنامج ده انا بنادي او بناشد اي حد هيعرف يساعد في الحاله دي يتواصل طبعا معاها برقمها اللي هو ظاهر عندكم على الشاشه. وطبعا احنا بندعم اي حد محتاج، وزي ما انا قلت لكم انا ما بنحصل اي طرف، بس هي استغاثت بيا في حل مشكلتها. شكرا لك يا مدام هبه، وان شاء الله ان شاء الله من خلال طبعا الشاشه الناس شافتك. انا عايزه اقول بس حاجه للناس، ما تامنيش لاي حد بالظبط كده، لا صاحبتك ولا اي حد، عشان الزمن ده ما ينفعش ان حد، لان انا امنت ولما امنت اتغدر بيا، ويا ريتها كام يعني وقعتني في مصيبه انا مش عارفه اعملها، اللي هي عايزه فلوسها، بقيت فلوسها يا اما تخرب بيتي وبيت اختي، وكمان الفلوس اللي انا استلفتها لها. ان شاء الله ربنا هيحلها يا رب، والناس شافتك كلها وسمعت صوتك يا مدام هبه. اعزائي المشاهدين فاصل وهنعود، استنوا. الكلمات اللي عندنا happy، happy يعني سعيد سعيد. والتانية hungry يعني جائع، hungry. excited excited يعني متحمس. tired يعني متعب. sad يعني حزين. angry يعني غضبان. angry. today يعني اليوم. eat يعني يأكل. soon يعني قريبا. عندي سؤال عن المشاعر، how do you feel يعني انت بتشعر بيه، يعني how do you feel؟ وتكون الإجابة I feel زائد صفر، يعني مثلا I feel happy، I feel sad، وsad معناها unhappy، وunhappy معناها sad.